اللاعب قاسم زيدان يعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي ويشرح الظروف التي أوصلته لهذا القرار. نتابع. كهرباء يعني بداية يعني دزوا عليه وهذه اصابته تتأخر، فالحمد لله يعني بالتراضي صار هذا الشيء. اللاعب يعني عمره قصير بالملاعب ولا لابد إلى نهاية، يعني الكل بداية له نهاية، وأنا الحمد لله يعني اليوم توصلت إلى قناعة، يعني قلت هذا هو خلاص اليوم عليه الاعتزال، لأن الإصابات شوي يعني ما جاي تفكني، جاي أصاب يعني أطيب من إصابة تطلع لي إصابة ثانية. الحمد لله صارت قناعة يعني تولدت من يعني ما صار لها يعني تقريبا شهر، والحمد لله توصلت إلى قناعة خلاص بعد أعتزل كرة القدم وأتجه إلى عالم التدريب، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقنا بهذا المجال. أكو أحد الأندية مثلا فتح بابه لك أو دعمك؟ الحمد لله وشكر يعني نادي النفط هو صاحب فضل علي، واليوم يعني عيد هذا الطلب، وإن شاء الله أكون من ضمن الملاكات الفئات العمرية.